كيف نحمي تاريخ النادي الأهلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تاريخ النادي الأهلي عشان خاطر تحمي تاريخ الأهلي لابد من توثيقه الدائم والمستمر وابديتنج ليه. قلنا قبل كده ان اي حد بيعمل اتعمل حاجه قبل كده لتاريخ الاهلي اتعمل حاجات تانية بعد ظهور مستندات جديده، ومن الوارد انك تحصل على مستندات جديده تتكلم على حاجات جديده لازم تضيفها على طول. كمان النهارده اللي بيتفرج على جزء من تاريخ الاهلي بعد سنتين ثلاثه في اجيال تانية محتاجه تشوف ده تاني. تمام. وهكذا. زي بالظبط كده في التربيه والتعليم، انت ما بتدرسش كتاب التاريخ مره واحده. اللي بيدرسه السنه دي سنه رابعه يبقى السنه الجايه سنه خمسه، بيروح سنه سته بص تلاقي بقى تيجي في اعدادي بياخده بتوسع شويه. هو نفس التاريخ بالترتيب على فكره. مظبوط. التاريخ العربي والتاريخ الفراعنه وتاريخ العالم بس بياخده بتوسع. بيجي السنه اللي بعدها سنه ثالثه ابتدائي بقى في سنه رابعه وهكذا. هو بيعمل كده ليه؟ ما كفايه ناس اتعلمت خلاص. لا، انت عايز جميع الاجيال تعرف تاريخ مصر. وبالتالي احنا بنتكلم عن النادي الاهلي، تاريخ النهارده يتقال، السنه الجايه يتقال، السنه الثالثه يتقال. وكمان زمان كانت المجله بتقوم ده لوحدها، النهارده في قناه، فمن من 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 الطبيعي ان يكون فيها توثيق لتاريخ النادي، تاريخ رموزه، تاريخ نجومه، تاريخ لعباته. كل من مر على النادي الاهلي له جزء موجود. واي حد هيكلمك عن النادي الاهلي، وحتى لو سالته انت دخلت النادي الاهلي امتى، مجرد سؤال انت تتكلمه عن نفسه، فهو هيحكي لك عن واقعه حصلت في النادي الاهلي، هتديك جزء من التاريخ، اشاره تانية لازاي فلان الفلاني لما قابله قال له انت تعمل ايه، او ده فلان قبل الماتش قال لي شد حيلك انتوا هتعملوا كذا النهارده. ولازم يعني في شريف عبد المنعم قال مره ايه، كابتن صالح شافني قال انت تطرد النهارده. كان ماتش الاهلي والزمالك بتاع 2-0 طرد. هو كان في احساس، فانت سبت بقى خلاص شريف وتفكر ازاي قال له كده. يعني اقصد اقول ايه، المواقف نفسها اللي بيحكيها اي حد بتحكي جزء تاريخه وبتديك جزء كمان من تاريخ النادي. وبالتالي توثيق تاريخ النادي من تاسيسه، تاريخ النجوم، تاريخ البطولات، جميع بطولات النادي الاهلي اللي اخدها لازم توثق جميعها بلا استثناء، كلها وكلها متاحه. مش لازم تنتظر سنين طويلة عشان خاطر ناس تعرف أول بطولة خدها إمتى وتاني بطولة خدها إمتى وخد إمتى أول بطولة أفريقيا وإيه أحداثها. لا، ده مش مظبوط. لازم أنت اللي تقول ده. ما تعملش لغاية النهاردة هنا مثلا تاريخ البطولات الأفريقية بدأت إزاي في النادي الأهلي لغاية النهاردة. فده ده اللي لازم يحصل. ده جزء عشان تقدر تحمي تاريخك. طبعا. تمام. طيب قبل ما نستفيد بقى في الحلقة وفي الفقرة وفي تفاصيل مهمة متعلقة بقى بكيف تم الانتهاء والافتتاح وبداية الرياضة في النادي الأهلي وأول الألعاب اللي كانت فيه يوم الجمعة القادم